إلا كان المستوى ديال الافلام ضعيف هذا مهرجان دولي وماشي ضروري باش يكون فيلم مغربي. إلا كان فيلم مغربي غيحمر لنا الوجه مع الافلام العالميه اللي هي مستوى عالي اللي موجوده في المهرجان تبارك الله. ولكن إلا كانت الافلام ما تبقاش للمستوى الطبيعي المسار ديالنا كان شويه في الديبي ديالو كان شويه صعيب، يعني ما كاينش تشجيع من طرف لا الدوله ولا السلطه ولا حتى واحد. حتى وزاره الثقافه في هذيك الفتره ما كانتش، كان يعني وزاره الشباب والرياضه ما كتعطي والو.